السلام عليكم، أنا حسن من قناة تيك تايم. السلام عليكم، أنا محمد وياكم من قناة تيك تايم. هذه أول مرة نظهر بيها فيديو واحد أنا وحسن، وبصراحة أنه حبينا نسوي أول وأكبر مسابقة بالقناة بمناسبة قرب وصولنا إلى 500,000 مشترك. والحقيقة أنه كل الهدايا اللي موجودة في المسابقة هي أقل من ما تستحقوه، وكل واحد بيكم يستحق أكثر كتعبير عن شكرنا وامتناننا لدعمكم لنا خلال السنتين الماضية. طبعا وياكم بهذه المسابقة 13 هدية، أولها راس شحن وباور بانك بقدرة 6700 ملي أمبير، سماعتين وايرلس، عندنا سماعة بادزكيو من شركة ريلمي وأيضا الريلمي فيت، عداها عندنا 2 هواوي ووتش فيت الجيل الأحدث اللي نازل للسوق العراقي، وعندنا جهازين من هواوي أيضا هي الهواوي Y7A، وأيضا عندنا جهاز الهواوي 6S وجهاز الأونر 9A، عداها عندنا الريلمي 7 برو، وعندنا الجائزة الكبرى الهواوي ميت باد 10.4 ويا الكيبورد والأمبين الخاص بي. طبعا مثل ما قلنا لكم هذه الهدايا كلها راح تتوفر للي يفوزون ويانا بهذه المسابقة. طبعا أصدقائي، هذه المسابقة تمت بالتعاون مع مركز بوينت موبايل فرع المنصور، واللي مشكورين بصراحة وفرونا بعض من هذه الهدايا. لكن لازم تعرفون كيفية الدخول والتسجيل وربح أي هدية من الهدايا، راح تلقون رابط بوصف الفيديو تدخلون عليه. بعدها راح تلقون عندكم 4 خيارات. أول خيار عندك تشترك بقناتنا على اليوتيوب إذا ما مشترك، وتنعجب بصفحتنا على الفيسبوك، وأيضا تنعجب بصفحة بوينت موبايل على الفيسبوك وتتابعهم على الانستغرام. لكن نقطة مهمة، حتى تضمن فرصتك الربح أي هدية لازم تتأكد من وجود علامة صح على جميع الخيارات، وأي مشترك ما يطبق جميع هذه الشروط راح يتم استبعاده يوم السحب. طبعا النظام هو اللي يقوم باستبعاد المشترك اللي ما طبق جميع هذه الشروط. أصدقائي خلوا في بالكم أنه موعد إعلان السحب على هذه الهدايا هو بعد وصولنا إلى 500,000 مشترك مباشرة على قناتنا على اليوتيوب، لهذا نتمنى أن تشاركون هذا الفيديو ويا أصدقائكم وعلى كل منصات التواصل الاجتماعي كافة حتى يوصل لأكبر عدد من الجمهور. نشكركم على كل الدعم والتشجيع من قلبنا، وهذه أبسط هدية نقدمها لكم، ونشوفكم بخير وصحة وسلامة بالفيديو القادم. في أمان الله. في أمان الله.